مئات الآلاف من رؤوس الماشية تعاقدت عليها وزارة التموين لطرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك لمواجهة الغلاء. 800,000 رأس ماشية صفقة للحوم هي الأعلى في تاريخ مصر، حيث تستوردها من السودان حية ويتم تربيتها في المزارع المصرية لذبحها بالمجازر وطرحها للمواطنين بسعر 50 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية. التعاقد هو الأكبر في تاريخ علاقتنا مع السودان لمدة 3 سنوات ل 800,000 رأس. اتفقنا على أنواع معينة من السلالات، اتفقنا أيضا على نوع معين من الرعي، لازم يكون نوع العلف مقارب للذوق المصري بحيث أن اللحوم اللي هتبقى موجودة تبقى مزقها مناسب للذوق المصري. اتفقنا أيضا على أن أعمارها تبقى في حدود من 2 ل 3 سنوات بحيث ما تبقاش كبيرة في السن. الجميل كمان أن احنا بدأنا ندخل معنا القطاع الخاص، عدد كبير من الجزارين في القاهرة الكبرى بدأوا يتعاقدوا معنا ويعرضوا هذه اللحوم. وبينما امتلأت المجمعات الاستهلاكية بهذه اللحوم، تشهد كافة فروعها إقبالا كبيرا عليها، وباتت تجذب مختلف الفئات من المواطنين بعدما لاحظوا فارق الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية التي تأثرت أيضا بانخفاض أسعار المجمعات. هي اللحمة حلوة وهي فعلا الأسعار فعلا تأثرت، الجزار عندنا نزلها حوالي 10 جنيه في كيلو. كل اللي بيدولك الجزار بيدولك انت، ما فيش فرق في الطعم، لا في فرق في الفلوس، أنا أرخص. سعره مناسب بالنسبة للأسعار اللي برا، واللحمة عليها كشف طبي من الوزارة وسعرها مناسب وكويس وممتازة. وأنا بطلب من سيادة وزير التموين يعمل لنا برضه كمعيات في مولات دكرور ونهي والحتت دي، لأن بيبقى فيه مشقة لينا قبل ما نيجي هنا عرابي. هي جهود تأتي بثمارها وتحقق الهدف المنشود منها بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدود الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق. هشام الرباط، هنا العاصمة.